شاء الله تبارك الله يا اخوان على جمال الطبيعه في رجال المع. لا زال لايف النحل السعودي في جوله في رجال المع باذن الله، راح نلتقي احد اشهر نحالين رجال المع، واذا ساعدنا الوقت راح نزور مزرعه الورود، مزرعه نحليه كلها ورود وما شاء الله تبارك السعودي. الله يمسيكم بالخير، الآن وصلنا إلى مزرعة النحل، مزرعة خصيصا للنحل. كونوا متابعين لايف. رحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله بالخير. الله يمسيكم. متابع عارف ترى. أستاذ لاحق السلام عليكم. على أستاذ لاحق. كيف حالك؟ طيبين. الله يمسيك بالخير. المنطقة وين الآن؟ والله ونعم. حياكم الله. مرحبا الهيل. الله يبقيك. سعود الحارثي. أحمد ثابت. فيصل الكاسي. الأزرق. الأزرق والله. ما شاء الله تبارك الله. وصلت إلى نتيجة لا بأس بها الآن، وأنا أطمح إلى الأكثر، أنا أطمح إلى أن تصبح عامة في منطقة رجال ألمع. ما شاء الله. حصلت على نوع جيد من العسل الآن، أوريك هو هنا موجود عندي. من هذا الأزهار؟ من هذه الأزهار، عسل مختلف، عسل يتبلور خلال يوم واحد أو يومين يتبلور العسل. النحل عندي الصباح هنا ما أقدر أوصلها. طبعا الأثر اللي أنت تشاهده فيها كان من أثر الرياح. ما شاء الله تبارك الله. ولكن بدأت ترجع مرة ثانية. صراحة أستاذ لاحق مجهود تشكر عليه ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية، احنا صراحة فخورين فيك. الله يحفظك. والله فخورين فيك. زيارتكم وشرف لي أنت وأحمد بدوي والأخوان جميع، والله يحييكم في أي وقت. ما شاء الله تبارك. أنا أعتقد أنك تشم رائحة غريبة. نعم. هذا ريحة العرعر، شجرة العرعر لما تستشف أنا مولعها هناك رائحة. المزرعة رسمتها بشكل أعتقد أنه هندسي، رغم أنه ما هو هندسي ولا يقرب الهندسة في شيء منها. ثم حصلت على بعض البذور، صح لونها كان واحد موحد، ولكن استطعت أني أهجنها وأني أحصل على أكثر من لون. هذا ورد زينيا نوع منه. هذا ورد زينيا. ورد زينيا هذا أنا عامله مشتل، هذا ما شاء الله. هذا أخذ منه الأشكال الأخرى، دمجت معه ألوان أصفر ورد الماري جولد. نعم، أو القطيفة بالعربي، فدمجته معه فأعطاني ألوان أخرى. أعطاني مثلا الشجرة هذه ترى واحدة، تلاحظ أنت أن فيها ثلاثة ألوان اللي دمجتها مش أنا. شوفوا النحل، شوفوا يا أخواننا كيف النحل دمج الألوان عشان تعرفون قيمة وأهمية النحل في تلقيح النباتات. بهذا تفاوت الألوان هذا بسبب تلقيح النحل كما ذكر الأستاذ لاحق. أستاذ لاحق، تكلمت لي عن العرعر، وش أهمية للنحل العرعر؟ العرعر جميل جدا، اللحاء اليابس من شجرة العرعر كانوا يستخدمونه آبائنا، يستخدمونه كعلاج لها ضد الحشرات أو اللي تاكل أجنحة النحل. الفاروة. نستخدم الآن لها المسطرة. إذا كان عندك 600 وكل عود يحتاج إلى 10 أو 20 ريال، تحتاج إلى حوالي 12,000. صحيح. فالعرعر مجانا. المسطرة تحتاج أنك كيف طريقة استخدامه؟ استخدامه عملية أنك تحرقه أنت وتعمله لها بخور في الليل. يقضي على الفاروة. يقضي عليها. طيب هذه تجربة؟ نعم من تجربة. ولا زلت تجربة الآن أنت شايف. يا نحالين خذوا نصيحة الأستاذ لاحق، استخدام العرعر تبخير للخلايا مادة طبيعية تقضي على الفاروة. اللحاء اليابس مو العرعر نفسه، اللحاء اليابس. الله يعطيك العافية أستاذ لاحق. بدل المسطرة اللي أنت تستخدم أنك تضطر أنك تدفنها فيما بعد. طبعا يا
اخوان هذا التصميم الذي تشاهدونه كله من صنع الاستاذ لاحق بعمل يده ما شاء الله تبارك الله. هذه اليقطين هذه شوف ممتده من مسافه توصل الى 30 متر شوف انت هذه شجره اليقطين التي انبتها الله على نبي الله يونس. شوف يا اخوان شوفوا يا اخوان من يقطين صدق الله العظيم. شوف يا اخوان اليقطين او ما يسمى بالدب العربي امتدادها كم متر يا استاذ احمد؟ 30 متر ما شاء الله تبارك الله. النحل عليها برضه النحل شوف انت تلاحظ انت ان ورقتها ناعمه صحيح هي. تعال شوف ناتجها هنا مكان بارد يا سلام انبتها الله على يونس سبحان الله. شوف خرج من بطن الحوت متى كان عنده تسلخات في جلده صحيح وكانت له فراش وكانت له دفار لا تجرح طاردة للحشرات مانعة للحشرات مانعة للحشرات طاردة للحشرات. شوف الآن جالسين جوا شوف في برا الذباب في ناموس لكن داخلها لا لا يوجد نعم ولذلك طيب الجو يختلف من هنا البلد. نعم باردة سبحان الله نعم شوف الآن بارد هنا وحر برا سبحان الله يا أخوان بفضل الله ثم بفضل هذه الشجرة التي أنبتها على يونس يونس عليه الصلاة والسلام. وهذه يا أخوان اليقطين ما شاء نعم الله شوف هنا حبة صغيرة هنا ما شاء الله تبارك الله وشوف الأخرى هناك عند الباب هناك ما شاء الله تبارك الله ويوميا أخذ منها ذلك النحل. شوف النحل الآن راحت لكن شوف في كل هنا شوف النحل هنا ما شاء الله هنا شوف النحل عليها هنا من كثرة شوف النحل اثنين ما شاء الله تبارك الله هنا النحل شوف النحل راحت الآن بيتها لكن لا زالت النحل هنا ترعاها شوف هنا شوف لاحظها هنا شوفها هنا لا زالت هنا هنا شوفها قرب الكاميرا شوفها هنا النحل ما شاء الله تبارك النحل لا زالت عليها. شوف يا اخوان حب النحل لليقطين ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا الان على وشك يأذن المغرب شوفوا ما شاء الله تبارك الله يا استاذ لاحق. هذه شارب احنا نسميها شارب وهذه العطرة هذا يختلف عن الشارب. نعم نختار اوريك الشارب نوع منه هذا نوع من انواع الشارب. نعم الشارب اربع انواع جميل. ما شاء الله يا اخوان ريحتها عطرية بشكل هذا الوزاب احنا نسميه البردقوش. نعم هذه ورد الطائف جربته هنا عندي طلع انت كبيرة. هذه العطرة المشهورة شجرة العطر الشجرة المشهورة هذه هذا الكانة أو الموز البيت منزلي الزينة هذه الشاي الأزرق هذا الشاي الأزرق؟ نعم هذا الشاي الأزرق نعم هذا هو وهذا هنا شوف ثمرته هنا شوف يا أخوان الشاهي الأزرق ما شاء الله تبارك الله هنا هذه الثمار كلها شوف يا أخوان كيف الشاهي الأزرق هنا هذا البرسيم الاحمر او الرد كلفور هذا استنبته انا من حصلته في بوكي ورد حبه واحده واستنبته وطلعت بالشكل. شوف يا اخوان المجهود المبارك من الاستاذ لاحق وجد حبه واحده شوف الكميه اللي انتج منها من حبه واحده اعجب فيها فزرعها فاثمرت فانبتت كتب الله اجره. جميل جدا يا استاذ هذا القطيفة الماري جولد القطيفة الماري جولد أو القطيفة المارغريتا هذه الكانة هذا هنا هذا شمعدان الإمبراطور هنا هذا ريحان هذه ايش اسمه استاذ هذا شمعدان الامبراطور او السنا نوع من انواع السنا نوع من انواع